بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظه أعلنت انطلاقة شوطنا الثاني، والشوط الثاني خصص للجعدان. نتمنى دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين. بسم الله دائما قبل كل شيء، بسم الله دائما بعد كل شيء. أسير إلى مقدمة الشوط، أسير إلى المركز الأول. لا الله يا سلهود أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، النقلة هنا على صوغان، يأتي ثاني المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب خلف بن مطر بن علوان الخصوصي على ثالث المراكز. ولكن أرى التغيير اللي طرى وجرى هناك من الجانب الثاني، أيضا نبغى نتعرف عليه، أيضا نبغى نتعرف على هنا اللي هو الليزر وسعيد بن الصغير بن علي العامري. النقلة على الخصوصي رابع المراكز، علي بن سعيد بن علي الاجتبي. انتقل وياكم إلى المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوب. الله يا خلب بن مطر بن علوان أيضا دافع هنا باسمين. النقلة على المركز الساد، يصل بصوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، ومع السيد سعيد بن محمد بن حزيم. النقلة على المركز السابع، اللي في المركز السابع يصل فيه يا سلام يا مليح جيل بن مطر الضحاك الشامسي، ثامن المراكز هنا مزعل محمد بن احمد بن حلوة. انتقل وياكم الى شاهين في المركز التاسع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم. وفي المركز العاشر، اللي في المركز العاشر، نجد علي بن عبد الله بن واس. ها هي النتيجة، هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. والسماء أيها الإخوة دائما تحلق تحت هذه الشعارات الجميلة والمميزة. سلام اللي غير خذ المركز الأول، خذ المركز الأول، سيطر على مقدمة الشوط. الله يا الليزر أرسل إرسال جميل ومميز وتصدر عليها الأوامر بدقة وتركيز. سعيد بن الصغير بن علي العامري هو أحد شباب هذا الشعارات الجميلة، وأحد شباب هذا التاريخ المميز. انتقل وياكم سلهود على ثاني المراكز، أيضا أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي الخصوصي بدأ يخصص نفسه، بدأ ينتقل من موقع إلى موقع. علي بن سعيد بن علي باللومية، يا سلام يا الضحاك، بدأت المفاجآت تضحك مع الضحاك اللي هو يقدم لنا مليح عجيل بن مطر الضحاك الشامسي. خامس المراكز يقترب فيه من هنا، يأتي مزعل محمد بن أحمد بن حلوة. سادس المراكز، نجد علي بن عبد الله بن واس. وفي المركز السابع، الله يا شاهين، أول ندى لشاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. ها هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. أرسل الليزر، شغل الليزر أيها الإخوة هناك، خلي حدد مساره، خلي حدد موقعه عند خط النهاية، قادم على مظن من مدينة العين، عاني يبغي الناموس. مرحبا بضيوفنا الكرام باسم رئيس اللجنة وجمهور هذا الميدان المميز. الليزر في المركز الأول يضيف قبل التين فزة، وانعاد ناوي أقول عيد فوزه غالي عند سعيد وله معزه ولا تعادل دائما أيها الإخوة. وينضمره لديد، ينضمره سعيد بزة، كان اكتباهي عيد فوزه. ما شاء الله تبارك الرحمن. يقلع الليزر، الليزر أيها الإخوة منذ الانطلاق وهو مش عادي. تهانينا والناموس لسعيد بن الصغير بن علي العامري بمناسبة فوزه بالمركز الأول. ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن الصغير بن علي العامري. المركز الثاني للسيد عجيل بن مطر الضحاك. المركز الثالث اسمه شيخ مكتوم بن حمدان راشد بن سعيد مكتوم. المركز الرابع محمد بن احمد بن حلو. المركز الخامس ياتي فيه على موضوع الخصوصي علي بن سعيد بن علي بلومي. هكذا كانت النتيجه ايها الاخوه. التوقيت الزمني 4:36، 27 جزمه ثانيه. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن صغير بن علي العامري.